بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم على البركة، ننطلق مع هذا الشوط، الشوط الثاني. والشوط الأول رأينا الهاملي ورأينا القوة ورأينا الناموس مباشرة مع تعداد الأسماء المنطلقة الفائزة على مقدمة هذا الشوط. هنالك اسم الشاهينية على المقدمة، وتعود ملكية الشاهينية للسيد راشد بن سعيد بن منان الكتبي على المركز الأول وعلى الصدارة هلولة. بينما بدوري هنالك أحد الضيوف أبناء المملكة العربية السعودية الشقيقة، تحديدا المنطقة الشرقية، فأهلا وسهلا ومرحبا بهذا الشعار البرتقالي والأبيض الذي عودنا على الكثير والكثير من الانتصارات المستمرة. هنا فهيد بن راشد بن سعيد بن رايه المري مع المركز الثاني بدوري، اخذ التسلل من الجهة الاخرى. الله 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 الله، التسللات مبكرة، القوة مبكرة. هنالك التحدي من بخيت بن علي المنصوري، يتسلل وينتقل من مركز الى مركز. بينما هنالك الشايبة للسيد خميس بن محمد بن مبارك الخيلي مع المركز الان الثالث، التدخل ايضا من قبل المركز الخامس. بينما هنالك مياسة للسيد سعيد بن خليفة بن سعيد الخيالي على خامس الاسماء. وعلى المركز السادس هنالك الوصول والقوة من مرموقة للسيد سيف بن جعفر بن سهيل بن مرخان الكتبي على المركز الان الخامس. بينما هنالك المركز الاخر والقوة القوية، هنالك حمد بن مخيت بن علي البريدي المري احد الضيوف مع مزنة. يا مرحبا بكل المشاركين، يا مرحبا بابناء الدولة وبكافة المشاركين من ابناء مجلس التعاون الخليج العربي. هنا ايضا اسم صبر، الله الله الله، محمد بن قشام بن سعيد المحرمي. وهنالك وصول ايضا من المها علي بن خلفان الرفيزة الاكتبي، والتسللات والزاوية الاخرى وما تحمله لنا من مفاجآت قادمة. هنالك الظبي، وصلت الظبي، والسيد محمد بن ناصر بن عوضي بن يحيى المنهالي مع التحديات ومع القوة. هذه هي الاسماء، هذه هي الشعارات، هذه هي العمالقة، هذه هي سنة ثنايا مع التحدي. وعلى المركز العاشر الوصول هنالك، والتسلل من قبل الواصلة. يا مرحبا بالواصلة، هنالك سلمان بن محمد بن سليمان الجبرين مع التحديات ومع أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة الأولى، أعود هنالك إلى القوة والانطلاقة الأولى إلى مع أحد الأبطال. هنالك من يقود لهذه الثنايا، يقود لهذه الأسماء المتحدية ما شاء الله. هذه الشايبة، الشايبة، يلا يا أبو خميس، يلا يا محمد، يا ابن مبارك. هنالك الإثارة، هنالك المتعة مع هذا الاسم الكبير. بينما على المركز الثاني القوة قادمة أيضا مع الشاهنية، راشد بن سعيد بن منانة الكتبي على ثاني الأسماء. بينما على المركز الثالث هنالك مياسة سعيد بن خليفة بن سعيد الخيالي على ثالث الأسماء. ولكن وصلت هذه الرائعة، وصلت الظبي، وصل الظبي الفلا، وصل رمز العطاء. هنالك مع محمد بن ناصر بن عوضي المنهالي، وهذا الاسم الذي دائما يكون لحضور قوي. بينما هنالك المركز الرابع، التحديات والقوة والإثارة من خامس الأسماء مع صبر، ما عاد فيها صبر يا إخواني، ما عاد فيها صبر على هذه الضغوطات الواضحة. محمد بن قشام بن سعيد المحرمي مع التحية ومع القوة والانطلاق. بينما مزنة حمد بن مخيد بن علي البريدي المري، وهنالك الشاهنية، أول اسم للشاهنية. يا مرحبا بالاسم الشاهيني مع هذه القوة ومع هذه الانطلاقة الرائعة، محمد بن العصري بن سعيد الخيالي مع التحدي. بينما هنالك الأسماء القادمة والقوية، هنالك على المركز الثامن وصول قوي، تحديات وإثارة، متعة أيضا من مرموقة سيف بن جعفر بن سهيل بن مرخان الاكتبي، وكذلك التسلل من السولعية. الله يا السولعية، وهذا الاسم، هذا الاسم يا المزروعي، شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي. يا لها من أسماء، يا لها من شعارات.
هنالك شاهين الصقار، من يصل مع هذه الأسماء ومع هذه الانطلاقات الواصل سلمان بن محمد آل جبرين على المركز العاشر، 1200 كيلو يا إخواني. ويبدو الضيوف، يبدو الضيوف يا ابن الوحوش، هنالك مع المقدمة، هنالك مع الصدارة، هنالك مع التحية، هنالك مع الإثارة، مزنة الخير، مزنة الأمطار، مزنة التحدي، مزنة هي مزنة هي مزنة مع المركز الأول حمد بن بخيت بن علي البريدي المري. والضغوطات، الضغوطات هنالك مع المركز الثاني، القوة مع الشايبة خميس بن محمد بن مبارك الخيلي، ولكن بن مرخان وبالعوضي يا لها من قوة، يا لها من إثارة، يا لها من ظبي قادم، الظبي 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 ومرموقة، وكذلك الواصلة والاسم القادم، أبناء المملكة العربية السعودية الشقيقة اللي حذرتكم منهم في أول انطلاقة هذا الشوط. هذه سلطة، تحية لسلطة، تحية لسلطة ولشعار سلطة وللون سلطة ولانطلاقة سلطة، سلام من الوثبة إلى المملكة العربية السعودية شرقا وغربا وشمالا وجنوبا، سلام بلون سلطة، سلام يا براية، سلام يا البريصي، سلام يا المري، سلام وتحية. القدوم من مهمة بن عطشان مع الهاملي، الله 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 الله، هذه هي الشاهنية، هذه هي الشاهنية، هذه هي مهمة، هذا هو بن عتيق، هذا هو القوة. يا سلام، قوة وإثارة مع مهمة، أبصم لك مليون بصمة يا بن عتيق. سلام وتحية أحمد بن عتيق بن عطشان الهاملي على فوز مهمة وإنجاز المهمة في الوقت المطلوب وفي المكان المطلوب وفي الإنجاز المطلوب. هنالك على المركز الأول، المركز الثاني سلطة فهيد بن راشد بن سعيد البريصي، المركز الثالث سلام هلال بن عبد الله بيم عشيدي على المركز الثالث، وفاجأتنا في الأمتار المجنون أيضا، هنالك تحية للشيدي على هذا الانتصار. المركز الرابع مرموقة سيف بن جعفر بن سهيل بن مرخان الكتبي، وعلى خامس الأسماء الشاهنية محمد بن العصري بن سعيد الخيلي. ما شاء الله، هذه هي القوة، هذه هي اللحظات تسلل، والتوقيت الزمني الذي رافق هذا المنتصر وهذا البطل الذي فاجأنا في وقت المهمة وأنجز المهمة، أحمد بن عتيق بن عطشان. يا سلامي عليك، يا سلامي عليك الهاملي، ما شاء الله مع هذه النقاط، سلام يا الغربية سلام. المركز الثاني والقوة الثانية والإبداع 57-7 المركز الأول والجهة الثانية وثاني الأسماء، هنالك كانت سلطة وكانت القوة مع فهيد بن راشد بن سعيد المري على المركز الثاني 57 وجزءا واحدا من الثواني، بينما على المركز الثالث هنالك أيضا هلال بن عبد الله بيم عشيدي، سلام يا صحم سلام مع التحدي والإثارة، هنالك القوة ولكن الشاهنية الوصول والقوة والإثارة والتحدي والمتعة، هنالك مع بن منانة مع القوة، سلامي عليك يا بن منانة على هذا الإبداع وعلى هذا التميز وعلى هذه القوة والإثارة، 57 و6 أجزاء من الثواني مع هذه الانتصارات القوية.